وبونجور مرحبا بكم في الماتينا. رجعنا بحث الشيف فتحية. اش عندك جديد؟ حضرت لنا عندي هذايا فاطمه اللي وقت اللي نحل باتفيتي يتيحك تقاوير الورق اللي يتيحوا في الدير في الجناب وفي معناها لي ديشي تاع الباتفيتي نلمهم ما نعجنهمش نحطهم ورقه على ورقه على ورقه على ورقه باش يقعد فيهم الفيتاج خاطر كان نعجنوهم ما عادش فما فيتاج يوليو بات بريزي برسك. بون هذايا حليته حطيتهم ورقه على ورقه حطيت لهم شويه فرينه تحتهم ما نحطش على الوجه خاطر القلقل ديجا لوح وباهي وفيه الفرينه. الوغ حليتهم ورقه جويده خذيت عندي فضل جبن فضل الانشوا بتاع البيتزا بتاع البارح نحط عليهم عظمه مليحه ونخلطهم. كم عندي انا كم انا عندي الانشوا مالحه ما نحطش ملح بالكل وجبن ديجا مالح هذوما نخلطهم وجي نجي فوق الباتفيتين تاعي هذوما الناس كل تبدا تغزر لهم ويتسائلوا كيفاش يتعملوا حتى منك انت تو باش تقولي صار هما هكا اللي هما شنو هاو باش تشوفوا اي بالوقت باش تشوفهم معناها حاجه غابيد وندهن الا على شطر الورقه برك على خاطر الشطر الثاني باش نقلبوا على الشطر الاولاني معناها حاشي كان باش نقارني الا شطر الورقه ومن بعد تولي كلها قارني بيسكو الفوق السقف باش يجي لهنا. بون هذيا دهنت نهز هذه نقلبها هوني نحطها نستويها ننزل بالقدا 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 هاو شو نعمل ننزل عليها بالرولات على اثنين ومن بعد نقص هكا نقصها دي بوند تاع سنتي ونص ما اكثرش سنتي ولا سنتي ونص ومن بعد نجي نعمل لهم هكا ولهواتهم ونحطهم في الطبق ويتيبوا عرفتهم هذو صار هما هذم هذوك هما يا فاطمه مرش فوق منهم حط شاي هاكا وسطهم قرني نجم يكون سكري هذا لا نجم يعملوهم سكري ولا سالي يعملوهم بالانشوا يعملوهم بالزيتون يعملوهم بالجبن باللوز المالح يعملوهم نجم ناخذوا مثلا المعجون ساكوت ونعملوا حاجه حلوه بالضبط بالضبط ورشوا فوق منهم شويه سكر نرشوا فوقهم شويه سكر اوكي فهمتم تو عرفتم انهم هما دونك خلوني نكمبش مع شيف فتحيه شنو عندنا توا ونرجعوا بحذا حبيبه في اللايف ستايل معها ضيفتها عتيقه نيلي بيان سور. صباح الخير وصباح الفل الناس الكل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من روبريك لايف ستايل في ليميسيون الماتينال بيان سور. اليوم باش نحكيو على حاجة جديدة اللي قاعدين نسمعوا فيها عنا برشا ونتسائلوا شنو هي. أين أون فيت ديما نتسائل شنو معناتها لي بيجو فانتيزي. دونك اليوم باش نحكيو على لي بيجو فانتيزي، باش نحكيو على تو سكي بيرسوناليزي اللي توا ولا لا كليونتيل ولا العباد. في تونس يحبوا برشا الحاجات البيرسوناليزي يحبوا تكون عندهم حاجه اون بياس اونيك كاين عندهم هما الحاجات اللي ما توفرهاش البوتيكات الكبيره. دونك على هذاك اليوم فرحانه برشا انه تكون بحذايا عتيقه نيلي صاحبه لا مارك تونيزيان عتيقه مان دو في. صباح الخير عتيقه. حلو شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس ان فورم. الحمد لله لاباس ان فورم. الوغ عتيقه انت ماتينال ولا مش ماتينال؟ قبل كل شيء ماتينال برشا ديما هاي ديما انا نحب ديما جانسيست على الشيء هذايا باش العباد يتفرجوا فينا نقول لهم قوموا اتفرجوا في الماتينال قوموا اخدموا على رواحكم. الوغ عتيقه باش نبداو قال الاخر قال الراجل الفرنساوي اون كومونس باغ لو كومونسمون كيفاش جاتك الفكره باش تعمل عتيقه مان دو في وهل انه انت معناتها تو في بارتي دو سو موند قريت ستيليزم والا كونسيبسيون دي بيجو والا غرام وبرا وتطور ولات اليوم عندك الماركه نتاعك؟ اوكي الوغ الحكايه بدات من صغرتي دونك نعدي وقتي الكل باستون الكل نتاعي هاني حطيت لون هاني حطيت عقيقه هاني عملت شركه دونك بدات الحكايه هكاكا لارجون بوش نتاعي الكل ماشي في العقيق كنت حتى نحي بالسرقه الدبش تاع المصيد تاع بابا دونك ناخذ الخيط وكل باش نركب خيط سناره خيط سناره فوالا بديت هكاكا ومن بعد كي كبرت هكا شويه ايامات الليسي وكل وليت نعمل في حاجات حسب التوني نتاعي دونك حاجات بيرسوناليزي داكوغ من وقتها ملي انا صغيره بديت صاحبتي اما نعمل لي راني باش نلبس غدوه في الغوج اعمل لي حاجه في الغوج دونك من وقتها بديت هكا ليدي نتاع شويه حاجه بيرسوناليزي داكوغ فوالا دونك دونك انت جبت على البيرسوناليزي انا نحب نعرف شنو معناتها فانتيزي وقت اللي نقولوا لي بيجو دو فانتيزي ولا بيجو فانتيزيست شنو معناتها؟
باه لي بيجو فونتيزي هما يخرجوا من لورديناير، مش كيما عندنا نعرفوا معناتها ستيل بربر ستيل ارابيسك وكل. الفونتيزي هو اللي فيه بوكو بوكو دو موتيف بوكو دو كولور اللي نستعملوا فيه بليزيور ماتيريو. داكور، انا ديجا لابسه من عندك اليوم دونك لي بوكل ولي براسلي هذو نلقاو فيهم جوستومون بليزيور ماتيريو. وانت جبتني للسؤال اللي بعده اللي يقول شنو هما لي ماتيريو اللي انت تستعمل فيهم في الخدمه نتاعك في لي بيجو نتاعك، وشنو هما لي ماتيريو اللي تحبهم اكثر من غيرهم؟ اوكي باه دونك انا في لي عندي دي برودوي ديفيرسيفيي دونك نستعمل بوكو د ماتيير بروميير من كل نوع. باه مثلا كيما قاعدين نشوفوا تو سكي بيجو غورمون نستعمل فيه لا بورسلين فرواد ونستعمل فيه الغيزين. يقول بورسلين فرواد معناتها فما نوع من سكولتور هي بات نعملها انا. اي فوالا قاعدين نشوفوا كي مثلا البان كيكس نشوفوا في الورده نشوفوا في الجاتو هذوك من كل انت تخدمهم. وي مودلاج دونك نخلط الالوان وكل. باه فهذا تو سكي بورسلين فرواد دو لا بات بوليمير. باه نخدم نحاس اللي مغطس في الفضه. داكور نخدم دونك لي تون زيد اي هذيك بورت فوتو بيرسوناليزي. وي دونك فوالا نخدم لي بيرل لي كريستو. شو ما حصرتش روحي في كليونتيل معينه. وشنو هما لي زارتيكل اللي تخدمهم؟ باسكو لا اون فوا لي بورت كلي باغ اكزومبل. انا لابسه دي بوك لابسه دي براسلي معناتها تخدم لي اكسسوار الكل هكا تو تيب. دونك نخدم لارابيسك البربر الفونتيزي والبيرسوناليزي. داكور اي كومبري الغورمون والبورت فوتو كيما قلت لك كيما نتاع قبل الانتيكا. وي وي دونك ياسر مغرومه بتو سكي فينتيج ريترو. مشكل لي بورت فوتو كيما نتاع قبل الانتيكا انا عندي حاجه مقبله في يدي تراو فيها اكيد اللي هو الجواب نتاع قبل اللي بالشمع يلقاوها مثلا هوني محطوط عليه ثانك يو بالشمع الاحمر بالطبع. نراو الجواب اللي فريمون انتيك معناتها يذكرنا بالجوابات اللي كنا نتفرجوا فيهم في الافلام قبل ياسر عليه. هوني الطابع مطبوع كاريمون امبريمي نراو حتى الفيل معناتها القديم. كي كومون تو ايو ليدي انك تعملوا مثلا جوي بي في واسكو سا مارش فما عباد ياخذوا حاجات هكايا؟ بون هذيك اول اكسكلوزيفيتي عندكم انتوما. سكوب اليوم فوالا اكسكلوزيف. داكور دونك فيو لي تعرفت برشا بالبيرسوناليزي فما حتى لي فيول اللي فيهم لي ميساج فما اللي يتحلوا يتحطوا فيهم التصاور. ديرنييرمون حسيت اللي العباد تحب تخرج على لورديناير فيسبوك وانستغرام وكل واتساب فايبر فوالا. دونك برشا عباد تحب تقول كلام توصلوا في اوكازيون معينه. دونك وفي لي انا عتيقه وكل مغرومه بكل شيء معناتها فينتيج فوالا. دونك خرجت بالايدي فوالا دونك خرجت بالايدي نتاع نكتب لي ليتر بيرسوناليزي بالدكتيلو. داكور ويختاروا حتى هما الطابق احنا والاوكازيون. مثلا كان باش نشكروا عبد نحطوا ثانك يو فور يو اي لوف يو. الطابع هذايا فوالا. داكور تري تري بيان مانيفيك. الوغ عتيقه من قبيله تحكي لي على تو سكي بيرسوناليزي واحنا في الاوف قبيله واحنا نحضروا في الـ في, الـ في الحلقه قلت لي لي انا حكيت لي حكايه ما غير ما نحكيها انا انت باش تحكيها لي ان سكي كونسيرن لي معناتها الحاجات اللي تعملهم لي زارتيكل بيرسوناليزي نتاعك. اوكي دونك البيرسوناليزي حكايه طويله وليت نحبها ادمان ولا عندي كيفاش بيرسوناليزي كل قطعه وعندها حكايتها. دونك يجيوني كليوناتي ساعات جوست يقولوا لي مثلا راني اللي باش نهدي له مغروم روك ولا مغروم بانتور مرا ولا راجل ويسيبوني. داكور دونك كل قطعه عندها حكايتها ساعات جوست يقولوا لي لوكازيون يقولوا لي هما شنو يحبوا يوصلوا شنو قاعدين يحسوا وانا جيسي دو كريي اون فورم للي يحسوا فيه وللمناسبه وكل شيء في ارتيكل بيرسوناليزي. وي قلت لي زيد قبيله ساعات النسنس ندخل النسنس ونشوف حاجات معناتها بور كريي الارتيكل نتاعك. كيفاش تجيك الانسبيراسيون جوستومون عتيقه؟ الانسبيراسيون خاطر تعمل فيه صعيب برشا انك تقرا فوالا تقرا احساس العباد و بون ليماجيناسيون ولا تو سكي هكا فيريك بدا من صغرتي. دونك نحب تو سكي فيريك فانتاستيك بديت من غادي عملت لي ليماجيناسيون. كي تبدا تخدم فهم تحط روحك في موندو مثلا تسمع موسيقى معينه تقرا قبل ما تبدا ان ارتيكل. وي دونك نقرا كتب بالعربيه الاكثريه نحب تو سكي قديم نتفرج في الافلام نواغ بلون على الاخر. داكور والناس اللي يتفرجوا فينا اليوم وعجبهم الحاجات الفانتيزي هذوما ولا يحبوا يعملوا ان ارتيكل بيرسوناليزي اي سورتو كو راس العام قريب وبرشا يهديو كادوات وولات عندنا العاده هذيا انه نعطيو كادوات في راس العام لبعضنا. وين ينجموا يلقاوك؟ كيفاش ينجموا يتصلوا بيك؟ كيفاش متواجده؟
OK. Donc l'aktharia ana je vends en ligne. Donc pour toute commande, يبعثوا لي sur Instagram ولا Facebook Atika les mains de fée. يبعثوا لي كما قلت نجموا يختاروا هما لي بوندونتيف يقولوا لي لوكازيون يختاروا هما لي فوتو اكسيتيرا وانا نعاونهم شويه نعطي راي المهم نعمل لهم حاجه كيما يحبوها هما المناسبه نتاعهم معناتها المعينه فهمت سينا لي زيفينمون وين تكون لي زيفينمون بون بروشينمون ان شاء الله عندي ايفينمون لو 1er ديسمبر في جامارت سنتر وان شاء الله بيانتو مازال سي با ترو كونفيرمي في غالري دار صديقه فيستيفال فيما ان شاء الله ان شاء الله شرفتنا ميرسي بوكو ان ديرني مو بور لايف ستايل اي بور الناس اللي يتفرجوا فينا شباب والشابات اللي يحبوا يعملوا حاجه نتاعهم دونك نقول كل واحد عنده حلمه لازم عمره ما يسلم فيها سيغمون باش يلقى صعوبات وعباد تقفلوا كل لازم عمره ما يقف ديما الافكار اللي تجيه ما يفلتش بالوقت يقوم يصنع وكوراج كوراج ميرسي بوكو ميرسي بوكو عتيقة نيلي شرفتنا وان شاء الله تكون بحضينا في فرص اخرى ان شاء الله ميرسي بوكو فاتوما الكلمه ليك ميرسي بوكو يعطيكم الصحه في الروبريك هذه اللايف ستايل نخرجوا احنا سبوت الخاصه بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي لتركيا كنت حاب تعمل بروجرام مزيان ليبرتا للاسفار والسياحه خمت فيكم ووفرت لكم دي فواياج لإسطنبول وهذا الكل بس مهبال وبتسهيلات كبيرة في الدفع للحجز 71 90 56 56 ولا زوروا موقعنا www.libertavoyage.com مع ليبرتا تسافر وتزور العالم دونك هذه سبوت الخاصه بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي لتركيا عندكم 3 دات من 1 ل 7 ديسمبر من 18 ل 24 ديسمبر ومن 29 ل 4 جان في بيان سور اللي يحب يمشيو على ديو راس العام في تركيا هذا الكل لي فواياج هذم الكل ابارتير من 1,390,000 وكما قالت لكم حبيبه مره الاخرى السوم كان قداش حبيبه 1,490,000 باهي بكا سي بون دونك تمشيو ولا ليبرتا فواياج وتطلبوهم على 71 90 56 56 وكي تمشيو لغاديكا وتطلبوا او تتصلوا بهم او تمشيو على عين المكان لي زاجونس نتاع ليبرتا فواياج يقول لكم كيفاش يتم التقسيط اسكو كيفاش دفعات ممكن من الاول قداش تنجم تكون وراهو 1,390,000 فيه الفول فيه ترانسفير وفيه الاوتيل اللي في قلب اسطنبول اللي فيه هو 4 ايطوال ومعاها فطور الصباح دونك افيك ليبرتا فواياج نلقاو كان دي بون كاليتي افيك مسيو كاليتي فرحانه زاده نستقبل سيرين رمضان غوسي مستشارتنا مستشاره في الاناقه دونك غوسي اليوم على شنو باش نحكيو اليوم باش نحكيو على الجين هي عندي مشكل عويس في الجين بالحق عندي الجينات لازم نشري الجينات دونك كيفاش ما عندكش الجينات فما شكون فما شكون ماني لوحدي ماني لوحدي سي القديم ضعاف تاع الاخرين نوج نوج ريتني نوج اوكي نوج على الجينات جدد سي فغي هو تالمون لي جين هي القطعه الوحيده يظهر لي اللي موجوده عند معناتها الناس الكل في الكاردوب نتاعنا امبوسيبل ما تلقاش واحد ما عندوش الجين انا توا ما عنديش دونك اي تشري ونحفظ ولا لا اللي خاطر طلعتك شي هذا باهي ولي جين كيما نعرفوا معناتها قطعه انديسبونسابل في الكاردوب اما ليفولو بال بال باللي توندونس شاك اني معناتها نلقاو دي موديل جدد ودي كوب اي دي ديتاي معناتها موجودين في الجين دونك اليوم باش نحكيو على لي توندونس نتاع لوتون ايفير 2018-2019 للجين دونك انا في بالي الجين هو الكلمه الوحيده اللي معناتها يقول لك الجين هو اللي ما يقدمش معناتها ديما هو اي انتمبوريل معناتها اما القطعه الوحيده اللي نلقاوها ديما موجوده وكل عام تتجدد وبخاتيك ونلبسوها كسوا معناتها سبور ولا سبور شيك ولا معناتها نجموا نجمو نعملو بها في اللي لوك نتاعنا برشا حاجات ماهيش صعيب الجين مش صعيب وتوا عندنا بوكو دو كولور وبوكو دو كوب وسنا فما اكثر ولينا لي جين قبل كنا بتيتر نشوفهم فما دي كوب معينين بوغ اون سيزون ومن بعد يتبدلوا لي سنا ولاو عندنا بوكو دو كوب دونك يمشيو مع برشا معناتها بوكو دو مورفولوجي نجمو معناتها ادابتي لبوكو دو مورفولوجي دوكو انا الجين كيما نقولوا ما سي اونيفرسيل سي انتمبوريل العباد الكل يلبسوها سيرين باش نحكيو على الجين وكما كنا نحكيو هذاك الكل باسكو حبيبه دخلت هكا دونك انا نسيت ما عطيتش الكلمه لشيفة تحية وهي تغشت اما راهو باش نحكي فيه شيفة تحية مهم وحاجه ما تخرجش من الديار الكل عندك جين
الوغ شي فتحية بون نجم نخليكم بلاش مايونيز اليوم راسيلكم ما تدخلوش في الجين. فاطمة اليوم باش نعاود مرة أخرى المايونيز البيضاء اللي هي بالبلون دوف هكاهو على خاطر ديما يعاودوا ويقولوا ما فهمناهاش كيفاش تطلع. أولا يلزم عندكم حاجة هكايا هذا اللي يسميه بلونجور تاع البرودو وإلا القمصان اللي تعملوا به البرودو، بخلاف هذوما زوز راهي ما تطلعش معناها ماناش نعملوا دلا بودغ زيو راهي بخلاف الزوز ماكينات هذوما راهي ما تطلعش. أنا حطيت البلون دوف نتاعي حطيت 100 مليليتر نحط عليه شوية ثوم خذيت ثوم فورناتو نحط عليه القارص قد اللي نحب انا قارص خاطر نحبه برشا نحط عليه شويه فلفل اكحل كله فوقك البلون دوف هذاك نحط عليه شويه ملح نفوحه طول معناها ما اللي يحب الموتاغد يحط الموتاغد اللي ما يحبش ما يحطش اللي يحب الخل يحط الخل. نجي وصلت هوني كي حطيت الفحات نتاعي والثوم هذاك الكل وصلت لل 150 يلزم نحط عليه مرتين زيت معناها وصلت لل 150 فوا 2 يجيو 300 معناها لا 150 و 150 300 بلوس لي 100 الموجودين يلزم نطلع 400 زيت معناها هي ديجا لو فوليوم موجود هذاك نتاع ال 150 مليليتر وانا يلزم نحط الدوبل نتاعو زيت ونصبوا فرد مرة ما نقعدش نستنى معناها يلزم نطلع لهوني حتى لل 400 ولا نصبوا الكل وما تخافوش عليها راهي ما تتهلكش. ها هي نحط البلونجور متاعي في وسط السحفة ولا في وسط اللي باش نخدم فيه أنا نطلع هكا المايونيز حضرت ولا هذه المايونيز في ضربة واحدة حضرت اللي يحبها أيبس يزيدها شوية زيت أما هي هكا ديجا ومن بعد تزيد تجمد شوية أكثر من اللي هي جامدة هكا راهو تلم روحها ومن بعد أهي هذه المايونيز البيضاء اللي حكيت لكم عليها. يعطيك الصحة شيف فتحية ميرسي بوكو. هكا البارح مايونيز صفرا اليوم البيضاء قدوة شنو جاوب؟ لا تعملين المرة الجاية سوسالاي سوسالاي اللي يسميوها ثومية ثومية عمليات والبلاصة ثومية السوسالاي ما ثومية احنا في المشرق نقولها ثومية دونك سافا الوغ روسي دونك كيما قلنا باش نحكيو على الجين معناتها لي موديل اللي موجودين السنة عملناو الشمرة فما لي جين يافي بوكو دو ديتاي برودري بيرل معناتها كان فما شارجي شويه انا مثلا ما منيش فان برشا باللي جين اللي يبداو بون كان فما اي برودري اي برودري صغيره على جنب ميسالش مي ساعات تشوف دي جين ترو شارجي ترو برودي ولا فيهم برشا ستراس ولا بوكو دو ديتاي دونك اللي مش حلوين اسني لي جين مشينا اكثر على حاجات سامبل مي بار كونتر في لي كوب فما اكثر شوا دونك كيما هوني نبداو باللي بونتاكور اللي رجعوا سني معناتها اون فوغ على الاخر لي بونتاكور مش لي بونتا شوفي لي بونتاكور دونك اللي هو اقصر بالكدا من بونتا شوفي ولا زدنا نقولوا لو جين 7 8 دونك معناتها بارابور للطول نتاع الساق وسنا لي بونتا كور فما اللي نلقاهم اسي دوا معناتها كيما لو نوار هذاك يفازي ليجيرمون ولا نلقاهم اللي كيما الباديف مي هو اون بونتا كور ونلقاو الديتاي سنا اللي هو معناتها يبدا فما يفولوش دونك فما شرارب من اللوطه نتاع الجين ولا نلقاو معناتها اللي محلول اكثر اكثر من لازم شويه وهو معناتها سي ان ستيل نجمو نقول ملاحظه سامحني انا نحبوا برشا هذايا اما ما يتيش توت لي مورفولوجي لازم تكون ضعيفه بالكل باش تنجم تلبسو هو مش لازمك تكون ضعيفه برشا راهو حتى كي تبدا مليانه شويه ما يصيرش الحاجه الايفازيف في الجين راهي باهيه او كونتخير il faut pas معناتها بورتي لي جين سكيني ولا اللي يبداو لي جين مولونت على الاخر ما همش حلوين كي تبدا انت مليانه شويه او كونتخير عندنا معناتها ان اسبي فيزويل يتبدل شويه كي يبدا فما ان ديفيزمون او نيفو معناتها دي جامب مي بيان سور كيما قلت انت مش ويتي معناتها المخفلوش مي باغ كونتخ ويتي القصيره كي تبدا قصيره كي تلبس ان بونتا كور راهو يعطيك معناتها يطول يعطيك طول اكثر من اللي يبدا معناتها يبدا طويل
اي في بالي ناخذ ديما بونتاكو على الشوفي نلبس شورت زاده باش نظهر اطول صافا ما كوني نتعداو للجين معناتها لا كوب دروات اللي هي اكثر كوب تمشي بريسك مع المورفولوجي الكل كو سوا تبدا روند ولا ضعيفه ولا عندك هوني في اللي تبدل لا تاي كي تبدا عندك اون تاي ماركي تنجم تلبس تاي اوت كي تبدا ما عندكش تاي سامحني يلفو ميو تلبسها تاي باس ولا تاي نورمال المهم مش تاي اوت مش حلو خاطر ديجا هي مثلا لا فام اون اش اللي تبدا قد ما يخرج عليها التاي اوت واكثر الجين كما قلت معناتها نشوفوها على المقفول الكل الجين مام 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 دونك سي لو جين ديز اني 80 و 90 الجين مام قبل كنا نشوفوه كان معناتها بكوب واحده سني ولا في وحتى عملوا فما في بليزيور كوب سورتو زاد او نيفو دو لا تاي في تاي اوت في تاي نورمال معناتها التاي انقص شويه من التاي اوت وفي زاد كيما اللي على اليسار اللي مش مسكر برشا من اللوطه نحسوه بليز او موا الي ان بو دووا الي ان بو دووا اللي لبسته مع لك حالا اللي لبسته مع لك حتى البلو اللي مش كامله اللي مش كامله اي التصويره دونك هذاك باغ اكزومبل اللي تبدا عندها دي اونش اسي ديفلوبي يخرج عليها المام الكوب هذايا خاطر الكاموفل معناتها لي اونش خاطر يجي او نيفو دي اونش ويهبط شويه من بعد هكا يتسكر شويه بركه دونك كي تبدا عندك مليانه من اللوطه دونك تنجم تلبس المام وكي تبدا معناتها مليانه شويه اكثر شويه من اللازم انا معناتها ننصح اللي ما تلبسوش خاطر هو عنده معناتها توندونس يزيد يظهر لي فورم اكثر مي حلو برشا وسورتو كي تلقاه الكولور زاد الغامقه سنه شفناها اللي هو تنجموا تلبسوا مع ان لوك اسي شيك معناتها افيك دي زيسكاربان ولا مش معناتها كان افيك دي زيسبادري ولا حاجه دونك هوني عندنا السنه لا غروند توندونس هي لا جوب كولوت هذايا نسميوها اللي هما لي جين لارج من فوق معناتها من فوق اللوطه الكل وقصار دونك كيف كيف عنا لي لارجور شفت يفرقوا النوار الي اسي لارج من اللوطه البلو هذا البروت هذاك اقل شويه والحاجه زاده السنه اللي نشوفوها لامبريمي في الجين دونك عنا الكاموفلاج عنا الليوبار ولا معناتها لامبريمي انيمالي دونك فما دوتر دوتر امبرسيون معناتها فما امبريمي في حاجات اخرين فما البيتون فما شفت انا الليوبار اللي افتح شويه دونك بي كيف كيف تو سكي امبريمي كيف كيف زيد ما يمشيش على المخفو الكل il vaut mieux ديما تبدا ساقيك بلوز او موا معناتها جويد مش معناتها مش il vaut mieux مش ملياني بون والله لي با فورسيمون اما شفت كي تبدا عندك تاي مليانين برشا من فوق ومن اللوطه تقاوم مش برشا لا فورم اون في هذاك شنو كنت باش نقول مثلا لا فورم اون في تنجم تلبسو على خاطر ليزي هو امبريمي وليزي فيه معناتها الستركتور معناتها لا كوب نتاعو الي اسي لارج من اللوطه دونك لا اون في ان اكيليبر من فوق تلبس حاجه سامبل ومن اللوطه تنجم معناتها تلبس لا جوب كيلوت وتبدا بالامبريمي دونك عندنا هوني اللي هو الجين الباديف ولا الايفازي ولا الفلار رجعوا سنة بالكدا بالكدا معناتها فما اكثر جين سنة اللي توندونس هو هذا دونك كيف كيف عندنا اللي هو الستريت اللي يبدا شويه بركه ومن بعد عندنا ليفازي اللي اكثر شويه الباديف اكثر وعندنا الفلاغ سامحني اللي هو اقل شويه معناتها ديما او نيفو دي لي فيزمون من اللوطه اللي كي تبدا عندك ساقيك جويد تنجم تلبسه اللي يبدا اللي اسي مولون من فوق ويجي او نيفو لي فيزمون من الجنو يتحل دونك هذاك كي تبدا ساقيك جويد كي تبدا عندك ساقيك خشن شويه il vaut mieux تاخذو اللي من فوق ما يبداش معناتها او نيفو دي كويس ما يبداش محزوق برشا يبدا محلول شويه واللي فيزمون ايفازي معناتها يتحل بشويه باش ما يجينيش هكا القصه هذيك تولي لي كويس يظهروا اكثر كي نلبسوا حاجه تخي مولونت ونحلوها دونك كيف للي تاعي اللي تبدا ما عندهاش تاي كيما الاش ولا الفي ساعات il vaut mieux تلبس تاي نورمال ولا تاي بس اللي تبدا عندها اون تاي ماركي لي شو كي تبدا خاطر ساعات فما نساء ما عندهمش كرش وما عندهمش جنيب راهو ينجموا معناتها البوف سو بيرميتر باش تلبس تاي راهو ما نحكيش على التاي بس اللي مضاع ثلاثه واربع سنين التالي شفناهم على الاخر توا اللي هو
بريسك ما بين النورمال والتايوت ما عادش ياسر كي تبدا ساعه مليانه ايفيتي على الاخر التايباس هذيك بالحق معناتها اكثر كسوا في لي جين ولا في لي بانطالون خاطر تقسم وتولي ظهر لك الجنب اكثر وكرشك تظهر اكثر دونك ايفيتي كومبليتمون دونك هوني عندنا سكيني انا سكيني بالحق نقول مدع واحده مانكان خاطر لازم ساقين ضعاف وجويده وتبدا ايلونسي بون حتى كان قصيره شويه اما لازم الساقين يكونوا جويدين على خاطر سكيني معناتها سي اون كيما نقولوا اون دوزيام بو راهو معناتها يبدا تجين لي ساق من 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 الكويس من فوق للوطه حتى في لي مولي ساعات انا نشوف نساء يلبسوا دي جين سكيني وتبدا المولي نتاعهم معناتها تبارك الله ساقيهم خشين برشا مش حلوين راهو معناتها ايفيتي جوبيت متحفونين على الاخر مزيانين برشا كي يلبسوا جوبيت اللي عندهم مولي معناتها اي اما كي تلبس جين سكيني ماهوش حلو ما هي هما في بالهم عندهم اون ايدي كي تلبس حاجه بخي دو كور معناتها باش تلمك لا راهو غالطه الحكايه ذا او كونتخيغ راهو تزيد تظهر لك معناتها لي ديفو اونتر كيمي ولا الحاجات اللي هما يبداو معناتها هكا ظاهرين شويه في المخفوم نتاعك دونك ايفيتي انا عندي السكيني لازم ساقين جويدين ما عندكش تبداش عندك دي اونش اسي ديفلوبي وكان تحب تلبس وتبدا عندك دي اونش يلفو ميو تلبس معاه بلازير يبدا طويل يجي او نيفو دي اونش معناتها لو بلازير نتاعك لازم يكون طويل يغطي لك لي اونش نتاعك ولا تلبس معاه ان بول اوفر سايز كيف كيف اللي يهبط او نيفو دي اونش وقتها ما يصيرش نجم تلبس يبداو ساقيك شويدين جوست عندك معناتها فورم او نيفو دي اونش معناتها سي با غراف باش تلبسو اما ايفيتي اللي كيبدا سكيني وامبريمي معناتها برشا وي تظهر برشا فوالا اي سورتو شفتوا معناتها لامبريمي الموتيف لامبريسيون معناتها الموتيف انيمالي معناتها برشا دوكو اللي يزي هو يسر يظهر دونك هوني انا نقول كي يبدا عندك ساقيك جويد وبدنك مستوي tu peux te permettre باش تلبس سكيني خاطر سكيني اكثر قطعه نشوف فيها راهو يلبسوا فيها الناس الكل معناتها اكثر الجين مستهلك ولا يستعملوا فيه ونشوف برشا بنات يلبسوا فيه الوغ كو راهو مش مزيان تنجم تلبس ان جين كوب اسي دوات حلو تعرف كيفاش تلبسه تعملوا بالغوفير هكا مثلا مع ذيك دي باسكيت ولا دي تنس تنجم تلبس افيك دي زيسكاربان يبدا طويل شويه ويعطي معناتها طول ويعطي معناتها مضخم كيف حبيت نقول حاجه الفاتح كي تبدا كيف معناتها عندك دي فورم اسي جينيروس ايفيتي الجينات الفاتحه وايفيتي الجينات ديلافي او نيفو دي كويس هذاك الكل ايفيتي خذ جين سامبل معناتها كولور واحده مش لازم فيها الديلافاج واكثر امشي على لي كولور الغامقين وسنا سي تري توندونس لي كولور معناتها الغامقين في الجين دونك هذوما الحاجات لي ديتاي في الجين وان شاء الله حبيبه تعرف باش تاخذ الجين نتاعك. اي والله تعلمت بالكدا باش نعاود نتفرج في الواحد باش نحط هزه معك لا تعمل لا نمشي معاك ولا نمشي معاك دونك ميرسي بوكو سيري رمضان روسي نرجعوا واحده شافت تحيه مرحبا يا فاطمه انا هاو حضرت البروكلو اللي قلت لكم البروكلو حقه مهضوم في عنا احنا باش نحضر جوست كيفاش باش نفوحوا السلطه نتاعي خاطر قلت لي السلطه ما تعرفوهاش عندي قصيت معدنوس جويد عملت شويه بصل فريش كذايا جويد خاطر تو وقت البصل الجديد لو جون اللي مش كطويل البصل الطويل عندي شويه ملح نحطه فوق المعدنوس نتاعي نحط شويه فلفل اكحل هذه الماريناد نتاعو ما يلزمهاش لا خل لا قارص لا حتى شيء نخلط هذايا الكل حتى باش نحط له زيت زيان البيو نخلطه معاه فرد صحفه نخلط معناها لاسيزونمون باش من بعد ما نقعدش نخلط ونعاود في البروكلو باش ما يتكسرش شفتوني كيفاش حطيت صمطو في شويه ماء وملح ومن بعد حطيت بحذاه شقاله معبيه بالماء البارد باش وقت اللي يبدا الدنتي معناها جوست اللي نحب فيه تقرمشها شويه
وقتها انا نرميه نهزه بالليكيموار ونرميه في وسط الماء البارد باش نركح نقص عليه الكويسون نتاعو ما عادش يزيد يطيب القلب نتاعو يقعد باقي اكد قرميشه موجوده. كان تخليه سخون كما هو راهو البروكلو يقعد يطيب، كل حاجه كي تخليوها سخونه راهي تقعد تطيب ما تقفش الكويسون. نخلطه شويه باش يدخل فيه المعدنوس، عذر ما شبه سلطه خضراء وبيضة. حطيت شوية فاطمة اون بوانت تاع سكينة كربوناتو سمارتشيف على خاطر الكربوناتو ينحيلو الغاز نتاعو، تعرفوا اللي خاصية نتاع البروكلو كونه يعمل الغاز. اون بوانت دو بيكربونات مع الملح اللي نحطه في الماء تنحيلو الغاز نتاعو، حتى كي تاكلوها سلطة هكايا لا تقلقكم لا تعملكم غاز. اون بلوس منفعة صافي وبنينة وفيها برشا اللي يحبوا يعملوا الغجيم هذايا. وي سورتو نعرف منهم برشا اللي يعملوا ريجيم. ايوا حتى هي شافت حياه تقول فيها وتخزر لي. دونك نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا مع الثقافه.